فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي مبلغ من المال في أحد البنوك، ونظرا لسفري خارج البلاد عدة سنوات المبلغ موجود في البنك لم أستعمله، يقول: هل فيه زكاة؟ وكيف أحتسب هذه الزكاة عن الفترة التي مضت؟ إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول تجب فيه الزكاة كل سنة، إذا مضى عليه الحول وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة كل سنة ربع العشر، نعم، في البنك أو في غيره، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.